السلام عليكم ورحمة الله. موجز إخباري من قناة المرابطون، أهلا بكم. زار الرئيس الموريتاني محمد العبد العزيز صباح اليوم بعض المنشآت في مقاطعة الأكسر بالعاصمة نواكشوط، وكان الرئيس قد زار يوم أمس بعض المنشآت في مقاطعة تفرغ زينة، شملت مدرسة خالد الابتدائية وثانوية الامتياز رقم 4، كما زار مركزا للتسجيل السكاني والعيادة المجمعة. انعقدت في العاصمة نواكشوط أعمال الجمعية العامة الإفريقية السابعة للاتحاد الإفريقي لصناديق البيئة، تناقش واقع البيئة في البلدان الأعضاء فيها. ويعود تأسيس الجمعية العامة الإفريقية إلى 29 سبتمبر عام 2011 بالعاصمة التنزانية دار السلام. ينتظر أن يزور وزير الشؤون الخارجية السنغالي موريتانيا ضمن جولة يقوم بها لدول الجوار، تشمل كلا من مالي وغينيا بيساو وغامبيا وغينيا كوناكري إضافة إلى الرأس الأخضر. وتأتي الزيارة المرتقبة أياما بعد نشر وكالة الأنباء السنغالية بيانا لمنظمات حقوقية انتقدت فيه موريتانيا، وهو ما ردت عليه الوكالة الموريتانية للأنباء واعتبرته غير لائق ونشره مثيرا للاستغراب. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. الثالثة موجز إخباري بحول الله، دمتم في أمان الله.